لو داخل على حاجة كبيرة ونفسك تتعلمها وحاسس انك مش قادر او ان المسألة وسعت منك، فبسطه لأصغر حاجة ممكنة. يعني لو عايز اتعلم لغة ومفترض دلوقتي انك بتسمع فيديو لتيدكس مثلا، فقول ان انا هسمع الفيديو ده بانصات شديد وهبقى مركز معاه، واي كلمة مش عارفها هكتبها واعمل المهمة دي على اكمل وجه، واحدة واحدة ومع الاستمرارية هتلاقي نفسك في الاخر وصلت لمرحلة جيدة جدا في اللغة هي اللي كان نفسك توصل لها بعد كده. فما تستقلوش ابدا بالعادات الصغيرة او الامور البسيطة اللي بتبقى في الاول، لان هي دي اللي بتصنع النجاح او الهدف اللي انت عايز توصله.